بسم الله الرحمن الرحيم. العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة وإفراط الاحتلال الإسرائيلي في الفتك بالبشر والشجر والحجر والمساجد والمستشفيات بشكل غير مسبوق ونابع من سيطرة البعد العقائدي المعبأ بكره الفلسطينيين والمسلمين. سيطرة البعد العقائدي على مجرى العمليات وتوالي ارتكاب الجرائم على نطاق واسع في قطاع غزة. العامل الديني في تشجيع الجيش الإسرائيلي على تدمير كل شيء تصل إليه أيديهم وآلتهم العسكرية هو نتاج تغلغل وارتقاء أتباع الصهيونية الدينية في مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي. ضباط المدارس الدينية يقودون اليوم الجيش الإسرائيلي. لا يمكن النظر إلى حجم الفتك والتدمير والتخريب لكل مرافق الحياة في غزة دون الأخذ بعين الاعتبار الخلفيات الدينية والميول اليمينية المتطرفة التي تصطبغ بها الحكومة الإسرائيلية المنبعثة من مجتمع إسرائيلي معبأ إيديولوجيا ودينيا على الكره والحقد للفلسطينيين والعرب. التوجهات الدينية المتطرفة للقادة العسكريين هي من أسهمت بشكل واضح في ميلهم نحو ارتكاب جرائم حرب بشعة في غزة. عمارة أرض إسرائيل تتطلب شن حرب لا هوادة فيها ضد أحفاد الكنعانيين في غزة كما يؤمنون بذلك. الفكر الديني اليهودي يجيز لهم قتل الأجنة في بطون أمهاتهم كي لا يولدوا ويكبروا ويقاتلوا إسرائيل، هكذا يؤمنون. المؤسسة العسكرية الصهيونية معبأة إيديولوجيا بفتاوى دينية تعتبر أن قتل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم هو واجب ديني ووطني مهم من أجل المحافظة على بقاء إسرائيل، وإن إمعان الجيش في قتل الفلسطينيين وفي تدمير ممتلكاتهم وأراضيهم ومزروعاتهم أصبح جزءا من العقيدة العسكرية. إن الجيش الإسرائيلي ومعه السياسيون مستمرون اليوم في البحث عن المعاني والنصوص التوراتية من أجل تسويغ عملياتهم الإجرامية بحق الفلسطينيين في مسعى منهم لتركيعهم.